اها حبي كي راكو دايرين شتو اللي راه شادني عليكم ها دايزين في الاعشاب مبخرين بشعر اليهودي بغيتين في القبة ديال اليهودي وتاني كاين هاني كندير ليهم المسك شتو والمسك الحر حبي ماشي داك المزور غادي يقول لك يحلو ويحرمو حنايا المغاربة ديالنا غادي يقول لك الخيط يهودي وهادي وعلاش يا حبي درنا العلاقة مع اليهود لأن حنا المغاربة ما فيناش الخير بينا وبعضنا شي حاسد شي وشي كارشي يعني مكرهين ولكن حنا درنا العلاقة باش يكبر البلاد وتزاد التجارة لأن انتم المغاربة غي شي حاسد شي واللهم اليهود ولا المغاربة ديالنا لأن إلا تزوجت 100 مغربية 100 يهودي ها هي عشرته ودخله للدين وإلا كان تاني كان 100 مغربي تزوج يهودية ودخلها للإسلام يعني رابحين هنا يا العرب ماشي رابحين هنا المغاربة ويعلمونا الطياير ويعلمونا كلش انتو ما واش تعلمونا انتو ما غيش يسرقوا بشي وشي كلاش ومن تقولوا حلال وحرام وعلاش راكو جالسين هنايا طلع في الجمعيات والخيريات وكسميتها وفلوس المعاونة جمعوا ربا باش كورجعوا للمغرب وتشوفوا تما يا حبي الزين والحب رجعوا يلا يا الهوايش يعني قتلتونا بالوش سوقو خاوي ليهود غادي البلاد تكبر يعلمو الطياير مرا وراجل يعلمونا نهضر اليهود ما كيسبوش بصح المغاربه كيسبو شي يسب في شي كارش شي وحرك يحلو يحرم كل شي يشرب كل شي يكمي كل شي يسحر كل شي كل شي فينا كل شي فينا حبي ويقول لك حلال حرام تلقاهم دايرين في تيك توك ديالو تلقاه داير الاغاني والقران شوف النفاق مخلطين الاغاني وكيسميتها شي يشطح شي يرتاح ويدخلوا عند شي واحد ولا شي وحده يعرقوا له واللي بغى يتعرى بينه باللي خلقه واللي تعرات بينها باللي خلقها واللي باعت لحمها بينها باللي خلق انتوما مالكم باغي تورثوا الله سبحانه وتعالى بغيت تحاكموا انتوما قبل الله واللي كيحكم الله سبحانه وتعالى ايمتي خيتي هالخيط حب ريحته بحال الغزال ديال ابراهيم حبي ويعلمونا ليهم ناس زينين عالشارع دايرين فينا الخير وانتم ما درتوش فينا خير درنا غير قناتات وضل شتو الزوينات الخدمة اللي قلبت عليها ها نضل نعمر في الاعشاب ها شوف ها بغيت نصيفط هوك هذا شوف ها شتو شتو الخدمة اللي دبرت علاش شدني عليك الوقت راني نضل نصيفط يا عباد الله ما قديتش في العشية تعاوني البنية شتو الخدمة الزينة اللي قلبت علاش شديت عليك يا حبي وكي راكو دايرين شتو كلشي منظم الشكرا كلشي والغلاف غادي نوريك الغلاف الزوينات شوف الغلاف فيه البلاستيك ها فيه البلاستيك هنا باش ما تضيع حتى حاجة ها شتو هما كيبان البلاستيك شتو ها ها الغلاف شوف سبيسيال نوريكم هاد الغلاف يبان لكم كاع كلشي ها شتو شتو البلاستيك ها يعني كلشي مضمون حب وكاين شي وحدين بالله في المغرب يمكن شايط عليه الفلوس خلصوا وما صيفطوا لا عنوان لا حتى شي حاجه وخاصكم تصيفطوا الاسم العائلي والاسم الشخصيه عباد الله واش كل يوم نهضر بالله على الشد كاع المعلمين التقاعد قبل ما يشرفوا كيعاودوا 3 ديال المرات 4 ديال المرات يحسن عاونهم يحسن عاونهم واش حتى شي ناس خلصوا ما صيفطوا لا لادريس لا حتى شي حاجه بالله يا عباد الله الا كنتو تسمعوني في هذا الفيديو صيفطوا لادريس ديالكم باش نصيفط لكم صوالح كوراكو كان تحتو في شي شفر ما يقولها لكم شي شفركم يا عباد الله بالله بالله شتو ومصيفط لكم معاها واحد الكادو
ما نوريلكمش واحد الكادو مصيفط لها، مصيفط لكل اعشاب، مصيفط لكل اعشاب واحد الكادو. كنت مصيفط الكوريش لهاد هود ولكن قلعوه للديوان، شال الوالا راه زهره وغلب، صيفط له ريشه، ريشه ديال لهاد هود كان عندي الريشه هنا ولكن قلعوه للديوان. شوف شوف الشكار، شوف الشكار ديال الغلاف. وحصلت حصلت حاصله بالله، راني ما سجلت كل يوم والو. انا بغيت غير نشوف هاد المغاربه ديالنا اللي غير كارهين ويقول لك كل شيء ديال اليهود. راه اليهود هما اللي دايرين فينا الخير وخدمونا ورجعونا رجال. هما ديالنا واش عطانا من نهار زدنا وحنا في الفقر وباقين في الفقر، ويدخلوا ويقول لك حلال حرام. ايوا من حلال وحرام علاش راك تضل في الجمعيات في كروز الرخا وكاريتاس ودوك الجمعيات هادوك؟ بعدا الفلوس بعدا يديوها مساكين دوك العيالات اللي هجالات ولا مطلقات ولا بولاد ولا اللي تاما. علاش نتايا بمرتك وخدام ودار التور تاما دايرها تجاره؟ والله هادوك مساكين اللي يجيب لها وراقي لا دراري ولا دريات يتعاونوا بها مساكين، لان ما كانش اللي حن عليهم بالله. تعرفوا راه الخير في اليهود، دايرين فينا خير مطلين فينا، ولكن العرب كارهين يلقاو غير خدمه زينه يكرهوك يحركوك، كلقاو ليسانس يحركوك. رمزيه هنايا دايرين ممنوع يتكلم مع المراه، هذوك اللي لعبوها عليك ويجيو في المغرب يلعبوها عليك ورجال متخيتين والله ما يتكلم، غير كان ما جوج وتعيط له عطينه رقم، رقم خاص فيه ساعة البوليس يخلط ويصيفط امه للمغرب تما ويشوف الزين كي داير. كيعجبوني انا يا شي عيالات، كيعجبوني يحمروا لي وجهي باش كاع هذاك الهنبر يرجعوه ديريكت باش ما يضلوش غير حرام وحلال. تخيلي هو شارب ومكيف ويدخل ويقول لك حرام وحلال وين انت خيتي؟ انا يطحو سنيه، شتو هاد السنيه راه كاع مزورين غلفتو 500 اورو الواحد الوحده، يعني باش غير التحرميات ديال عباد الله. قالوا لي سنيه وسوسوا لي سنيه وانا باقي صغير شتو درت اللحيه وشعري ما تهنيتش باش نحس. شفت تلقى ابراهيم عادل وشعبي، قالت لك وحده راه كان عليا حاشاك ودم الحيض ودارت الشمعة وكتبت عليها القرآن وحرقتها. علاه القرآن يتحرق حبي؟ وقالت لك راني مزعزعة درك في عقلي وكلش، واش ندير حبي؟ شتي حبي انا قلت لك القرآن ما يتحركش، لان الفقهاء يقول لك ديري هذا دير القرآن وحركيه، او الله يقول لك تاني كي نكتبي القرآن ومسحيه وشربيه، راه ما كيتشربش يا عباد الله. هذاك الكتبة اللي كاتبينها الفقهاء كيكتبوها بداك الوداح ديال الغلم، الغلم حاشاكم يتوسخ من لهنا في داك الصوف يقعد كيسمد هذاك يشدوه ويعصروه وبه يكتبوا بالفقه. هذاك راه يدير كانسير يعني السرطان، راني قلتها لكم شحال من مرة، قلت لكم ما تاكلوش يا عباد الله وانتم فين زايدي. غير قولي لي بالله ما يتنتكلش، هذاك راه يدير سرطان، يدير بوم زوي، يدير اوجاع، ما تاكلوش. من يقول لكم الفقيه مسحوا هذا وكتبوا، لان هذاك ميكرو راه الفقهاء باغيين غير الفلوس. وفين الفقهاء؟ فين ولد الحرام؟ قلعوا لي سنيه قليل تلقى فقيه 1%. واش الفقهاء يبيعوا القران؟ كلشي الفقهاء كيكتبوا، كلشي كيسحروا، وانتم تضلوا عاصي الفقيه دي لا الدجاج دي لا الطعام دي لا. وابراهيم قاتله هنا الزبيره، لا مسمن ولا خرينكو ولا بغريف يعني قاتلني الجوع هنايا، توحشت ما كلش المغرب دوبا العربيه، ولكن الغالب بصح غادي نجيكو في راس العام حبي وجدوا لي الطعام ولا العمود تاع اللي حالفه تضرب، راه قلبي ابيض ما يبقاش خاطر وين تي خيت. وخاصني البنت العشيه مسكينه من تجي غادي تبقى ديرها في الغلافات، وكل واحد دير معاه كسميته الكادو ديالها الاعشاب، عطيتها له كادو وراه فايت في الماء، دايز في الاعشاب وفايت في الماء ديالها، جاي من بلاده من اسرائيل مبخر
بشعر اليهودي، راني وريتكو شعر اليهودي، وفايت في العشاء، وفايت كيما الطريقة. شتي حبي كل شي متقول، ويقول لك علاش درنا العلاقة مع اليهود المغاربة ديالي. يعني يلا اللهم اليهود فيه الرحمة، راه لو كان كيسميته كاع العيالات ديالنا يبقاو خدامين، اللي تخدم تسيق واللي تجفف واللي تدير، والمغاربة غيحازنين وهضروا روحوا للمغرب اللي هي وقولوا علاش درتوا العلاقة، ماشي غير هنا تمتموا ديري. يقول لك حنا رجال، لا حنا هنا في أوروبا المرأة هي الراجل والراجل هو الولي، ممنوع الكلام، ماشي بحال كل اللي حاقرينك وانا نطلب يعطيك هذاك النمرة اللي عطيناها لنا هنايا وطب لي له وقول لها رقصني على واحدة ونص وقول لها قالها لي العجب وين تخيت كان موت عليكو بالسلامة عليكو غير بغيت نوريكو الخدمة. شوف شوف راني غارق، ها يا عباد الله، ها الغلافة، ها ها الأعشاب وها الكادو كان موت عليكو، ها وتاني كان دهن هذا بالمسك الابيض، ها باش تبقى لي هادي، واللي وصلها كل 6 شهور تفوت عليه المسك الابيض، كان بغيكو ونموت عليكم.